حذري بقى مين فيهم حمزه. هذا اللابس شورت كاروهات صح؟ صح، شبهي مش كده؟ لا شبهي انا طبعا. حبيبتي رشا حبيبتي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، وحشتيني قوي. كمان اخبارك ايه؟ تمام تمام. وانا ما وحشتكيش؟ ابقى كدابه لو قلت اه. ازيك يا كابتن؟ هاي يمنى. هاي حاتم، جيتي امتى؟ يا بنات النهارده سهره تطول تقصر، مفيش واحده تروح الا لما تخلص شغل عرض الازياء. وانا اولهم، وهكتب لك كشف باسامين عشان الاوفر تايم، بس كان نفسي نكون اكتر من كده. مش كانت بدريه زهرت معانا الليله دي؟ بدريه هتتنقل بكره فرع المهندسين. يا اختي والله هتوحشني والله. شربات؟ نعم. انا كمان مش همشي لما احمل الفساتين على عربيه عشان يبيتوا في فرع الزمالك. انت تؤمر، وليك عندي الفساتين دي هتبقى ملعلطه قبل العشاء ان شاء الله. احنا بتوعك يا استاذ محمد، يا ناصر المظلومين يا استاذ محمد، يخليك لنا يا استاذ محمد. اشتغلوا يا بنات. ماما انا شبعت وهروح العب. اوكي يا حبيبي. Go with him, please. استنى يا معلم، تعالى بوسني. هتوحشني هتوحشني. يلا امشي. حمزه ممكن انا كمان بوسه بليز؟ I love you. باي زوما. انت عارف ان ابنك طالع نسوانجي زيك؟ كل اصحابه في المدرسه بنات، يقعد يحضن فيهم كده زي ما انت شايف، يتاملهم بامعان. فخور بيه جدا. يا سلام. على فكره مش مصدقتكم انتوا اتنين متطلقين وهيك اصحاب. يا بنتي احنا ما عرفناش نبقى اصحاب غير لما اتطلقت. انت عارفه واحنا متجوزين كنا نخرج ما نلاقيش الكلام نقول لبعض، وبعد ما اتطلقنا زي ما انت شايفه هو عقده لسانه اتفكت فجاه. يا رشا عمك ما نزلوش اوبشن الجواز ده خالص. انا حاولت حقيقي، حاولت ورحمه امي حاولت، بس ما اقدرش اتجوز. اهو عشان تعرفي ان العيب ما كانش فيا. لا انا متاكده. بالعكس، انا لو ما قدرتش ابقى زوج ليمنى ما اقدرش ابقى زوج لاي ست في الدنيا. يا سلام. يعني شو خلاص ما رح تتجوز كمان مره؟ نيفر ايفر. لا لا بجد، هو غير مؤهل ان هو يكون زوج خالص. بوي فريند رائع، صديق يخبل، اب يجنن، ابنه بيعشقه وبيموت فيه مع انه ما بيشوفوش تقريبا. اه تلاقيه اصلا بيعشقه عشان هيك لهذا السبب، لانه ما بيشوفه. حرام عليكي، انا لما بيجي لي فرصه اشوفه بتاخر. هي امتى الفرصه دي بتيجي؟ بتيجي كل سنه مره. ده انت طاير 24 ساعه في ال 24 ساعه. اكل عيش يا حاتم، ده انت طاير وانت حتى على الارض. انت شفتي بيسوق ازاي؟ انا جاي معه. انا حر، انا حر، انا بحب ابقى طاير ارضا وجوا. انا اسرع واحد يزهق في الدنيا دي. شفتي بقى انه يستحيل انه يبقى زوج؟ والله العظيم انا خايفه على ابني لا يورث الجينات المهببه بتاعتك دي. ده بيتنطط من ساعه ما يصحى لحد ما بينام يا جماعه. مش احسن ما يطلع بروطه؟ لعلمك العيال الشقية دي بتطلع أذكى بكتير من العيال الهادية. ما تقولي لها حاجة بتاعت علم النفس انتي. لا هو بعلم النفس تبع الأطفال الموضوع لازم يبقى بالنص شوي، يعني يوم شتا مثلا ما بنفع تقولي له ممنوع تلعب برا لأنه بخاف عليك تمرض، وما بنفع برضه تقولي له روح ماما العب برا وبدون جاكيت. وأنت كمان يعني لازم شوي تركز وتشتغل على حالك عشان الولد ينفع يعتبرك قدوة بحياته، تحاول تكون أب